نعم الإله على العباد كثيرة وبديعة الأجناس والألوان. خلق الغذاء فيه شفاء للورى، طب بديل نافع الأبدان. كالماء والأسماك والعسل النقي والحبة السوداء ذات الشان والقسط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج زاد الصحة. زاد الصحة لازال يبحث حول أهم الأشياء والمشاكل المتعلقة بمرض داء السكر وكيفية تجنب هذا المرض والعودة إلى ما قبل ظهور هذا المرض، وذلك بالبحث عن بدائل وطرق تعيد جسم الإنسان إلى طريقة السليمة، طريقة المثلى التي كانت قبل ظهور هذا المرض. كنا قد تحدثنا أو بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن نهج نبوي، نهج نبوي يقي بإذن الله من العديد من الأمراض بما فيها مرض السكر. وقلنا الخطوة الأولى في النهج النبوي هو المشي، ثم سمعنا كذلك بعض الأحاديث وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ويحث ويشجع، والأجر والثواب في كثرة الخطى إلى المساجد. فكانت هذه هي الوصفة النبوية الأولى لتجنب مرض السكر، المشي المشي المشي. نأتي ونذكر النهج الثاني النبوي الذي يقي بإذن الله من مرض السكر. هذا النهج هو الاهتمام بنوعية وكمية الطعام، الكم والكيف. البعض قد لا يبالي، ما يجده أمامه يقوم بأكله، هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن لابد الإنسان أن يأخذ الحيطة والحذر، خصوصا من كان عنده أحد الأسباب العشرة المؤدية إلى المرض التي قد ذكرناها في حلقة ماضية، وبالإمكان الرجوع لهذه العشر الأسباب الخطرة. الإنسان الذي يعني يكون أكثر عرضة للمرض، لابد أن يأخذ الحيطة والحذر ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة. فكثر الحلويات والأكل الدسم في مراحل عمر متقدمة، في أوقات متقدمة متأخرة من المساء، قلة الحركة، هذه بالتأكيد تجيك سكر. إنسان 45 وأكثر، سمنة، ما يتحرك، عنده مشاكل صحية، إضافة إلى هذا الكلام في حالة في العائلة مصابة بالسكر وهو لا يهتم بنمط الحياة، هذا بالمؤكد هو يسعى للإصابة بهذا المرض. فالاهتمام بارك الله فيكم بنوعية وكمية الطعام. ولعلنا نذكر في سورة الكهف، سورة الكهف نقرأها في كل أسبوع يوم الجمعة، الفتية الذين لبثوا في الكهف أكثر من 300 عام، 309 يعني بعد 309 من السنين. أول فعل كان لهؤلاء الفتية كما جاء في سورة الكهف: كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يعني بهذه النقود، هذه الورق، يذهبوا بها إلى المدينة لغرض إحضاره الطعام. لكن قبل ما هو كان نوع الطعام؟ كما جاء في الآية: فلينظر
أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. يعني فتية لبثوا مئات السنين في هذا الكهف، وبعد أن تم يعني بعد بعثهم وبعد هذه السنوات وشعورهم بالجوع ومعهم شيء من الورق، فعندما ذهبوا بهذا الورق إلى السوق لغرض إحضار الطعام كان هناك شرط، ليس أي نوع من الطعام، أزكى. وأزكى كما جاء في كتب التفسير هو حلال وطيب، حلال وطيب، طيب تطيب به النفوس، تطيب به الأبدان. فمن منا يعني إذا شعر بجوع وكان في جوع شديد يبحث عن شيء طيب وزكي إلا من رحم؟ فهذه حقيقة آية لابد التوقف والتفكر فيها، كيف هؤلاء الفتية بعد هذه الفترة الطويلة يبحثون عن طعام زكي. كذلك في الحديث يعني كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات، حسب ابن آدم أكلات يقمنا صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين خطورة التخمة والأكل الزائد، ها؟ وقد بين عليه الصلاة والسلام، وهذه حقيقة علمية، هذه حقيقة علمية مثبتة، إذا الإنسان أراد الطعام فليتمهل وليجعل جزء، ويجعل جزء للسوائل، لأن عملية الهضم سبحان الله في المعدة تحتاج إلى سوائل. المعدة إذا تم ملأها بالطعام وصيب الإنسان بالتخمة وعسر الهضم، فسبحان الله سنة نبوية، يعني هي بمثابة منهج طبي. لذلك فلنتحرى بارك الله فيكم في نوعية الطعام، وعندما يكون هذا الطعام طعام طيب هنا لا نمنع ولا نحرم، لكن في محاذير لابد أن نختار الأطعمة المناسبة التي تتناسب مع العمر، تتناسب مع الجسم، تتناسب مع الحالة الصحية. وبإذن الله لنا تفصيل في هذه الجزئية في حلقات قادمة، لكن حببنا أن نبين نهج النبي عليه الصلاة والسلام، النهج الصحي، النهج الذي يقي من كثير من الأمراض. المنهج الثالث، المنهج الأول المشي، المنهج الثاني نوعية وكمية الطعام، المنهج الثالث الصحي، المنهج النبوي الصيام. الصيام يعني غني بالفوائد. نبيكم عليه الصلاة والسلام كان يصوم، يتحرى الصيام الاثنين والخميس، وكان يصوم في شهر محرم وفي شهر شعبان، وقد يعني حث على صيام الأيام البيض في كل شهر، ثلاث أيام من كل شهر. وفعلا الإنسان، طبيعة الإنسان يحتاج إلى الصيام، ليس شهر رمضان، أنا لا أتحدث عن شهر رمضان، أنا أتحدث عن تتبع الصيام. لابد الإنسان أن يواظب على الصيام ولو ثلاث أيام في كل شهر. هذا الكلام ليس دغدغة مشاعر، الآن هناك مدارس ومستشفيات تعالج بالصيام، وهناك بروتوكول علاجي بالصيام يعالج كثير من المشاكل الصحية وخصوصا المتعلقة بالسكر وداء السكر. فلنهتم بارك الله فيكم في الصيام، وخصوصا في فصل الشتاء الغنيمة الباردة، الوقت قصير والجو طيب، فالصيام يعيد الاتزان. الصيام بمثابة فرمة الجسم، فرمة الجسم تعيد الاتزان بشكل كامل. النهج الرابع الذي ممكن بإذن الله يقي من مرض السكر هو النوم، النوم الكافي، النوم في أول الليل. النوم في أول الليل يقي من التوتر، يعزز من هرمون السعادة. وقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن النوم وفوائد النوم وعلاقته بالتوتر وهرمونات التوتر، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء والنوم قبله،
يعني لغرض قيام الليل، وهذه كانت كلها سبحان الله دلائل ومثبتة بفوائد صحية جمة جسم الإنسان. فبارك الله فيكم، أربع نصائح نبوية اتباعها يقي بإذن الله تعالى من السكر: الحفاظ على المشي، نوعية الطعام وكيفية الطعام، المحافظة على الصيام، والنوم الكافي وفي أول الليل. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الإله على العباد كثيرة وبديعة الأجناس والألوان، خلق الغذاء فيه شفاء للورى، طب بديل نافع الأبدان، كالماء والأسماك والعسل النقي والحبة السوداء إذا